دواركا what are you doing اي شو اسمها من الحناية are you busy why go to where كينيا شو عاد هاي شو اظهريها اهم شيء اللي دسيتي بسرعة اهم شيء ينحط ابوي داخل شنطتي اول بايد السياده ولازم مروحه ومروحه ومعطره بعطر غاوي يكون يلا قال ناخذ دامك يا البرمه الرجال منا والحرمه ناخذ دامك يا البرمه الرجال منا والحرمه قلنا خد كلنا خدامك يا البرمه يو الانسر الرجال منا والحرمه يا هي لا كلنا خدامك يا البرمة الرجال منا والحرمة يا الله اوكي اوكي خلاص ها كان يسوي انجلش نوت هارد والله نوت فيري هارد ها يلا كلنا خدامك كلنا خدامك كلنا خدامك يا البرمة لا كلنا خدامك يا البرمة خدامك يا كلنا خدامك يا البرمة كلنا خدامك يا البرمة هي بس ها نمبر 1 انت عيال دوت دواركا انت قولي حسين الريال منا والحرمة الريال منا والحرمة والحرمة بس It's very easy يلا انت شو ها شو تخربلت يلا سيد كينا قدام ما وربت شو وربت خلاص ما في فايدة خلاص موف نو خلاص خلاص يلا قوم قوم ما شي فايدة يلا ما شي فايدة كرهت أقولكم هذه صورة قديمة لصلاح عمرها ظني حين 30 سنة 32 30 سنة مع بنتي سارة حليل هذا حياة محمد هذا حياة محمد أظني عمر سنة ونص تقريبا شوف مثلا هالصورة يوم كان عمره الله يغفر له سنة ونص وهاي يوم كان عمره 20 سبحانك يا رب ها صبا وين شو اسمها البلاد؟ وما حلو بابا سيب سيب خالد هذا سيب ها شو انت نفس الشيء؟ ايه مطقمين ايه شو رايك انت؟ طلع وين الجوازات؟ كلها عندك؟ ايه زين يلا 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 يلا, يلا. هابي تضيعهن؟ اه ما زاحم ايه تحمل اعطيتن؟ كلهن؟ يلا ما اخاف حبيبي ما اخاف لا تحاتي ها صلاح شو رايك؟ كيف؟ بيكون الجواز؟ اي كله طيران الاتحاد رقم واحد؟ واحد زين شكرا شفت هي بعد مره ثانيه قول ايش حالك؟ كيف؟ الله يسعد سوى لنا زحمه منو هذا اللي وياك؟ منو هذا؟ صباخ منو؟ صباخ شو اسمه؟ هريس هذه على الله يحفظكم هريس بيسافر بلاده 10 ايام يبى رخصه ومتشي مني من قبل رمضان قلت له من عقب رمضان وصدفنا في نفس وعدت وقلت له ان شاء الله من نعيد ونعيد من الله خير ذكرني ترى ابوي حاجز مخلص 10 ايام يبى رخصه قلنا انا ما في مشكله صلاح منو ترمي صلاح؟ شو بلاها؟ سلم عليها اكلوني زين خلي سلم عليه شو علي؟ قاعد زين معيش فلوس امارات زين قلت اطلع 200 جنيه من اللي انا مدكنهم دول المحل بتاع تغيير العملة ده غيرت قلت بقى هيديني بقى فلوس كتير من 36 36 درهم اكلت اكل كتير او كيس شيبسي
شيبس؟ انت ابوي في الامارات ايش تحر انت؟ زق هات لي حاجه. صلاح عيب حبيبي عيب. كم؟ خمس ساعات. ما انت عندك 200 جنيه؟ خلصوا بقى 200 جنيه ونام عنده خمس دقايق. يا لا يا اخويا ما ايش معنى انت في الطياره ما قالتش هنا؟ يقول لك كلمة الطيارة انت بيوفر عايز يوفر. عاوز ايه علي؟ سندوتش بسرعة يعاد من جوه والله؟ اه والله العظيم. والعيال دلوقتي هتفرج مين حيتفرج عليه؟ ولادي يا حي يعرف ان ابوهم جعان يا عيني يا بابا سبت المحشي والكرومب ولا لا لا No, give me the cheapest one. The cheapest one. Very cheap. Huh? Under cheap. The cheapest one. Is it the cheapest? I was no. No. Huh? No. Give him the chicken. Yes. Qatari chicken. Eh? Hot the chicken كتير. علي كمان. كفاية هو واحد شكل بس صغير كده. يلا. اسمها ايه دي؟ سونيا. صح. تعرف بديحة؟ أنا عريس. ها؟ يقول لنا عريس انت بيعرس بن يوزه يا وي شو صلاح شو تقول علي طب ليه ايه جوز صحيح هي بجد بتقول عروسه هي بنات ما يعني لا صلاح سمعته شوفني ما كلمتنيش في التليفون ليه طيب؟ صلاح اسمع ايش يقول لك؟ بقول لك انا مش هقعد معاك هقعد ورا مع الطوابين مع الطباخين احسن احسن بزورك صلاح تعرف الرجال هذا؟ طيارة اه مال الطيارة جاي لك يسلم عليك اتحاد ابو باكر زين ادري انه مال الاتحاد تعيد هنا ولا ليش ما تعيد هنا؟ ها صلاح ليش تعيد في بانكوك ما تعيد عندنا هنا خلي عيد هنا خلي بيت اولادك واهلك اخير الحين شو بتقول انت صلاح يبقى تعيد هني في ابو ظبي لا ما يبي يعيد ابو ظبي العيد العود ان شاء الله العود بين فرح ها صلاح وين؟ انت حالة لا أنا تتكون وين ساير؟ اسمها الطيارة هذه صراحة انت حالة انزين فلاك زعلان؟ انزين هذا صلاح صدي هاي انزين شيء تبى تقول؟ لا ما تبى تقول شيء؟ لا براي انزين أنا بقول هذا شو اللي بقوله؟ كذا شخص يغطي وياي في الطيارة قال ابوي لا تخلي الكاميرا تيجي دانا قلت لهم شو السبب؟ انا بخبر كلهم يقول ابوي نحن ما حد يدري بنا نحن سايرين بانكوك نحن ابوي قايلين لهم اللي قاعد ما ادري وين بيصير واللي قاعد وين بيصير الحين على يمين ويسار كذا واحد يعني شو قال لهم سار وين؟ لا بانكوك انت معترف؟ العرب الثاني ايه الاغلبيه قال لي ابوي سايرين العمره العمره الاغلبيه ابوي ما حد ما هل يتم صدقانهم ما حد يدري بهم وين سايرين تعالوا ابوي دخيل ثلاثي بالكاميرا جدانا تركت صلاح؟ نوم؟ أرقت شوي زين؟ يلا أرقت حتى متى بتغمض يعني؟ لا الحين غمض حبيبي غمض عادي غمض حتى ترقد يلا يلا باي باي المهم رقت
قعدت انت ولا لا؟ ده خطير ما بوايد. لا مش كثير يعني. استمتعت في الرقدة ولا لا؟ على طول طول الطريق. خبرني شو رايك انت في رقدة الرجال هذا؟ تفضل اللي قبل. خلانا نرقد 24 ساعة ان شاء الله. يناخر خير واحد. لا هو مسحش دقيقة واحدة. قايل لك انا قايل لك انه ما بيخليك ترقد. لا هو رقد انا اللي ما رقدتش. انت صحيت. انت اكلت اكله؟ لا 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 مش كل. كم صحن كلوا؟ صحنين ثلاثة سبعة. بصير عندكم يلا لا تطفي الريال. هوصلوا لحد الجوازات. ايش هسوي؟ يا لا بصوت اسد خالص. ولا صوت قطة. متجوز اسد؟ صحيح؟ عندك قد ايه ولاد؟ اي علي؟ ثلاثة. مش اسد؟ ابن اسد مش هيزول الاسم التاني بتاع مراته ولا يلحق يضحك عليا. شو صلاح؟ لا كله لازم فاهمي. توك انت تعرف هذا الرابط؟ اي لازم. صلاح ابوي تو مكتشف الرابط هذا اللي فيه مال بشوتي. زين صلاح؟ نعال نعال. انت نعال نعال. شو شغل لك هذا الحين؟ كيف عرفت الشغلة؟ خلف خلف شغل لك اياه؟ بس هي ما اخذت يا صلاح. صرت طالع منه ياي البنو. هلو هلو خالي خالي. شو صلاح شو يا بيب؟ دندا قول لي. بس هي اعطى بخشيش ما بتعطي؟ يعني هو من جيبك يعني تزوده؟ اهو كاب اهو كاب رو سباديكا سباديكا حلوة من الجيب. يا لك رو سباديكا طيب بس انا خليه شو؟